النسخة الجديدة بيحصل تقدم في مشروع في القانون، يعني في تعريف غير القادرين، في قصة التمويل، في قصة إن إحنا متفقين على مبدأ واحد إن هو إن إحنا عايزين قانون تأمين صحي شامل لكل المواطنين المصريين كما نصت المادة 18 في الدستور. فنكمل مع اللجنة في المضمار ده، لأن أنا رأيي إن المعركة الحقيقية لهذا لمشروع القانون ده هتبقى في البرلمان. طارق خدمات القضية إن إحنا جزء من اللجنة، يمكن عقدنا اجتماع مهم جدا في المحلة الأسبوع الماضي، وكان موجود في كل القيادات العمالية في المحلة، وكان موجود في ممثلين للنقابات المستقلة، وكان حوار سري جدا لأن حوار بيعكس متاعب وآلام أصحاب المصلحة من نظام التأمين الصحي الحالي وتطلعاتهم للمشروع الجديد. وبالتالي هذه الجولة احنا محتاجين، يعني احنا محتاجين ان نروح للناس في كل مكان عشان يبقى عندنا قوة نستطيع ان احنا نواجه بها البرلمان اللي هتبقى معركتنا الحقيقية معاه في مشروع هذا القانون. بس مش مشروع القانون، احنا قدام هذه السلطة في الايام الجاية قدام اختبار حقيقي لشعار ثورة 25 يناير. هل هي مع العدالة الاجتماعية ولا مش مع العدالة الاجتماعية؟ والله لو العدالة الاجتماعية هيبقى قانون التأمين الصحي ما يصدر قانون تأمين صحي شامل يشمل كل المواطنين المصريين، أيضا قانون التأمينات الاجتماعية، أيضا قانون العمل. دي هذه منظومة القوانين والوظيفة العامة، طبعا الوظيفة العامة هي اللي بتشكل العدالة الاجتماعية في أي مجتمع. وبالتالي ما مدى موقف هذه السلطة من مجمل هذه القوانين هو اللي بيحدد لها ملكية بعض، يعني بتدعي رغم كل التجاوزات وكل إعادة إنتاج نظام مبارك اللي بتحصل إن هي ما زالت حافظة ل 25 يناير. وبالتالي إحنا قدام معركة الصندوق لدعم في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل. أنا بشكركم جدا وبشكر الدكتور محمد.